طيب معانا أستاذ بكار من مصر، برحب بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا فندم. أنا اتفضل كده يا فندم. أيوه يا فندم. اتفضل أنت على الهوا، اتفضل. أيوه يا أستاذ أحمد، إزيك يا أستاذ أحمد؟ تمام والله الحمد لله، ربنا يعزك. كل عام وأنت بخير والسلامة للشيخ عصام. الله يسلمك، ربنا يكرمك. أنا عندي سؤال بس بعد إذن حضرتك يعني. اتفضل. أنا دلوقتي شغال في العين السخنة. أيوه. خدت بال حضرتك؟ أيوه. واللهم صل على محمد. احنا بنروح بنستقيم هناك بالاسبوع، رايح بالاسبوع. ايوه. وفي معانا شيخ بيصلي فينا امام، بيصلي لنا صلاه ايه؟ رافع على الصفر بعد القصر. هل ده يجوز او لا يجوز؟ يعني الامام بيصلي بيكوا قصر. ايوه. مده الاسبوع ده وانتوا انت بيتك. أيوة. الاساسي في مصر والشغل في العين السخنه. الله ينور على سعادتك. طيب فبتروح اسبوع وترجع على البيت في مصر، فالاسبوع ده انت بتصليه قصر مع الامام. ايوه. طيب حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. يجوز ولا لا يجوز يا شيخ عصام؟ هو شغال في العين السخنه، بلد الاقامه مصر، شغال في العين السخنه، بيروح اسبوع ويرجع مكان اقامته تاني، فبيقول خلال الاسبوع ده في امام بيصلي بينا هناك، بيصلي بينا قصر في الاسبوع ده، يجوز ولا لا يجوز؟ المساله تعتمد على هو ان هم بلد اقامته مصر. طيب وهل قاعد في الشغل ده بنيه الاقامه برضه ولا لا؟ ايوه. بس ممكن يكون ناوي ليه البيتين وبيروح ويجي. خلاص، واسبوع هنا واسبوع هنا، بلا يقصر لا هنا ولا هنا. تمام. بيتم في الاثنين او على حسب نيته، وله اذا اخذ برخصه السفر الى مكان العمل لا مانع، انما الاولى والافضل لو هو قاعد، لو شيء دائم مستمر اسبوع واسبوع معناه كده هيفضل طول عمره يقصر ويجمع في البلاء في المنطقتين. طب اقامته فين؟ بلده فين الاصلي؟ ما بقاش كده، في الاصل في ان هو يعني اذا الامام صلى بيهم واخذ معهم بهذه الرخصه وافتاهم بها ونفس الظروف، خلاص هو مع الامام ومع الناس. نعم. والاولى ان هم يتموا ما يقصروش يعني. تمام، جزاكم الله خيرا.